كيفاش القضية ديالك اصاحبي؟ واش عندك مع الدوش خير خير من الإحسان ولا؟ وانت خلعتي لنا السيد. الله خرنا باش نكسب. سمعتي شنو كيطلب؟ شنو كان؟ البروش طوالو لسان دابا في هاد الساعة. عرفتي شنو كاين؟ راه راه شي 10 ديال الكاروت. راه ما عرفتي كاينك انت. خلصني في كريدي ديالي اصاحبي، تنسالك فلوس. كتسالي تا وزا الصاط. مخيم في السيكتور ديالي وكتقول لي كتسالي كتمركشي كيما كنتي انا كره الدوله يماك الاصلاحيه اختصموا حيت سكت انا فهمتيني يلا طلع شي لاخ وطلع اصاح طلع فارا صاح باش شي لاخ شعندك خوفان ولا لا فعلا كنطلبش منك تخلصني بحال هايدا يبين ليا كيفاش بين ليا ستكمش الصح مشي الصح وانتي نحكار وتقدلي ما تبقاش تجبد لي ما انا ما عنديش الوليد اسمع هذاك البروش شتي عتعاود شي هضرة شتي العصب اللي في الرجل اللي عندك هنايا شتي هذا هنا اللي هنايا عندك ديك يما كتسمعني وبقى تشوف فيا بحال عرفت يا عمو هاد وحدك النفع عندك خنزب صح يلا بعد يلا الله يعين روش عاود نشوف لك هذا راه نشوف الباب شو مادو غير شو مو مسح
حتىي يا لا لا فحنا شن نعرفه كيف بدري صدق قلع الاخرية يا شكون اللي قاعد يحسب يحسب على المزلوط وارا عندك هذا يا كان حس راسي ماشي هو المهم كان عند راسي ديال بصح عاودي زي كتبكي ضربتي راسك في قرعة الروج انا ما خمس دقايق غير اذا بغيتي ما لقاوش يزور زينة وضحك ديك النار انا وفاتني صار زينة ولكن كان عاد راسي ديال بصح اخاي درتي عليك مالك عاد سناس ديك لعبه والله ما نعرف اخاي شي حاجه ولا وقعت لك في الماضي اي اخاي وقعش لا حاجه شي وحده باش تجوز اخاي عييت من ديك الخدمه ديال الدوزين والو داكشي ما حيدتي راسي ما حيدتي الخاوه الصغير الوالدين ماتوا انا غير بان لي خويا البلاد مره واحده اخاي الطبيب ديال مخك يتقلب اخاي ديالك هاك الخاوي ديالي هاك البريكه دابا دابا نعطي لك البريكه صح انا من الفاق رايك تقول فيا من فيا الله ما هذا الشيء خرج لينا هذا الشيء صح الله لا هذا الخاوي ديالي انا الناس ما نفيق اخاي كوبي وقف بس وقف واش غنبقاو نهار كامل نعاودو نوصل لقطه ولا صافي الله يا سيدي من ساعه فينا كارو في ريمي الاول كقلت لك قلنا نبداو اللقطه قلنا بالزواج حسيتي في الاول ماشي مزيان صاحبي قلتيها ماشي في الاخر باش تخربقنا اللقطه كنا ماشي مزيان وانت عطينا الزبد الكارو هذا اللي عطينا ريحتيش عندك صاحبي من على الشيطان صاحبي على الشيطان صاحبي صافي ريا صاحبي ماشي اليوم خليها صاحبي بنادم تنطار طق هذاك صافي مع الشيطان صافي ساعدوا لله صافي مع الشيطان صافي عشان نعدلو صافي خلي تما راه خلا نكمل جمع الماتريال Thank you.
يا ليل لا تحلو تقام اشتنا ونزينا انا ونزينا اشتنا وياك بنادم واحد أنا وجينا بنادم ما يفرقنا تشي واحد أنا وجينا ما كمل أنا وجينا شي أنا وجينا لكشي ديالنا يا أنا ومفهمش انا مثلا انا مثلا صرصا انا نازل رفيق انا نازل مش كما تفضى لا ولكن ما ضربوش ما من الاول والحاكم كيعيق ما كيعيق شي هو من ولا شي مره وهو دابا يعني في كينه تاع الاخلاق ها شو ما طيحوش دخل عليه وصار يلا حصلوا دعم يلا مالي حصان اه هتفوق اعزي قرار اوال انا عندي غام انا عندك معاك الزهر وصار بلاس احنا غلبكم وغلبكم صح مالي هتغلب اما لي يخسر غلب هتغلب صح هتغلب صح هتخسر هتغلب هتخسر هتغلب هتخسر هتطلق قول لولي هتغلب ارى قول اسم راها شو هفلت اسم النو صافي ها كتبك معاه الصلاة من الشعب خاندك ليه عودتي كيف يكون الوالد حال دايما مصاب مشكلة تخالف فين تبار مشكلة ايه والله يعاونك ابني مصاب وين ابني دوات حلال انا قلت لي في الصباح دابا انا جيت مالو في الخدمة انا عارف اني كنت مشغول عنديش الوقت دابا ندوي على الوالد سامر ولدي انا كنت تلقى تقول لي ما عندكش الوقت ليدي شنو كتصور تما تيتانيك باك عين الوالد مفرغ عند راسك نعرف لي جيت من الخدمة دابا لا حول
الوليد غنجي ما ناكلو باش نولو من الخدمة ونجوع زعما ولا قاري كتوبة ولا تسمع واش سكتو ها قال عاد الهضره ولا صافي بغيت انت وما باقي صغارين اش من باقي صغارين صافي دابا خليهم يخليهم يتفاهموا سي دو عنده الحق الوالد شنو عنده الحق انت تحنق الزينة سكت على المختك الصغير هذيك حيحاول العافيه ديال الكره ولا ها الكره الوالد اختك بقى صغير مابقاش تعلم هذيك الشيء ديال الكره كتسمعني صافي الوالد انا اصلا حفاش صافي سامع صافي خير يا صاري ولي صاري صافي 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 تيني قلت في الشحومين تيني نجي على التومين يطلع الشمعين تحالي ولا بس ما تعطينا الشمعة تحالي كايدا تيني نجي على وضوحكا شنو قلتي؟ شنو عقلتي؟ ما يدعني ما يحشى غادي تسكتو بهاد الكلب ولا لا Thank you.
هاي قرد على تينا صافي السيسان تينا هاي مبقاش دعاوتكم مرة صافي 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 من هاد أنا نشوف لك ديك كارو عاود هذا صافي أنا عندي ديالي أفا طيرتيني بارح صاحبي أجي شوف لك سيسان هاتي هاد كارو هاي شريته من الحومة اخي ايش اقول لك الله الا ما عندي ما يتسلك اخي الناس الزبالة سير بون زين كل واحد هذا في موطعه الكاميرا ما نبدا واحد جوج ثلاثة اكسيو كيف صبت ريسة القلعة الاخرية شكون اللي جاي حسب يحسب على المزلوط وارا عندك هذا يا كنحس راسي ماشي هو باش نسبيه المهم كان عند راسي ديال بصح نهار ديزي كتبكي ضربت راسك بخير عند الراج انا ما خمس دقائق وقف وقف انت دخلني على الفوطه عشان الضحكه كتضحك واش تسكت ماشي لا بلا ولا شوف دومك شي حاجه انت كتضحك بحال فراس التمثيل ديال الخلا صافي بائل يا صاحبي اجي في حالك صافي بائل ضحكنا معاك صاحبي اش عندك اجي في حالك انا حسب لي كنتي مزيره صاحبي دابا الساعه خساره انا وياك هذا ما تينيش عندك دا شكل كروك نينيك واش خصك صاحبي نعمل فيه شي كريمين ولا غنمشي بحالك ولا غنجيبها شي معاك مشي بحالك غنمشي بحالك
الوالد 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 نوض الوالد شنو وقع لك الوالد 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 كنت انا وحدي وعاد جاية تسول فيها ملي كنت انا وحدي وعاد جاية تسول فيها نعلبوا العالم ملي كنت انا وحدي وعاد جاي تسول فيها ملي كنت انا وحدي ها؟ وش نعمل قدام ها؟
معاك هذا؟ تيتحكر عليا. ما تخليش ما اخر من يتحكروا عليك بحال هكا فهمتي؟ مع دوا كبير عليك يعني ما صالح كبير عليك ولد تستقبل اللي بالي يمكن لحظة شوية. المهم اش وقيلا قالتك؟ انت هذيك ما قلت لي هذ الكمية؟ اه. عسما حنا هذيك غاوت عليك الخاوة. مع الصر مع التصوير نعرف مشاكلها باغي تكبر تعرف مشاكل اللي كاين يا باقي يا استنى. شنو اسمك صاحبتي نبات؟ ادم. ادم انا ما عنديش الدراري في حياتي والعائله ما كايناش ماما وبابا ما كاينش شي مشكله صاحبي شو دابا الحياه هي هادي كل واحد واخا يكون عنده با واخا يكون عنده يما كتجبر ما عنده شي فلوس اولا كتجبر عنده الفلوس ما عنده شي ما بابا ولا كتجبر عنده بجوج وما عندوش السعاده في حياته او عنده كل شيء وما فرحانش المهم همشي اللي ما عندك شيء المهم ضرب باللي عندك واخا يكون قليش فهمتي همو ليش انت تتعصب بزاف تعصب ماشي مزيان اش غنقول لك هذيك اللي قلت لك انا الفيلم هذيك صراحه ماشي مبرر باش تعصب للعائل صغير ما عندوش ما بابا ولكن تما طلعوا لي مشاكل في راسي في الهم حياتي طلعوا لي في مشاكل في راسي عييت صافي كتجبر واحد اللحظه مغا مع الشخص مره دابا مثلا نتينا جيتي جبرتيني بديك الجلسه هذاك احسن كما عطلتي واحد شويه ولا كهضرتي عيب شويه ولا فهمتي وانا الصراحه من وجهه نظر ثانيه ما كانش اللي نزيد نتعصب عليك نتينا بهذا الوضع لان السعاده ماشي هو ان يكون عندك على التصوير وصافي في وسط المجال اللي خصك نتينا ولا فهمتي السعاده هي انك تضرب لي عندك ونقصي قبيلاتي عمو شكرا على حميتي عليا مع هذاك الشمكان في مشكلة عمو ديالي هذا واجب عمو بقاش يتعصب ان شاء الله ان شاء الله نحل المشاكل ونبقى شي معصب